مرحب بكم أحبائنا المشاهدين في كل مكان في العالم وحلقة جديدة من برنامج أنت تسأل والإنجيل يجيب في بداية حلقتنا يسعدنا ويشرفنا بكون برحب برجل الله الدكتور حليم خاصة الله برحب بيك يا دكتور يا أهلا بيك يا خالد ربي يباركك آه النهاردة بنعمة الرب يا دكتور آه عندنا سؤال مهم جدا احنا شفنا أن الخلاص حتمية كتابية وليست فلسفة بشرية نعم وشفنا أن الخلاص أمر ضروري ومهم جدا وحتمي مش لي أنا بس لكل البشريه صحيح وشفنا انه انا مطالب ان انا احصل اصل للمخلص للحصول على الخلاص نعم طيب كيفيه الحصول على الخلاص ازاي اوصل للمخلص لازم اعرف بعض النقاط الاساسيه والرئيسيه قبل م. ما ادخل في كيفيه الحصول على الخلاص اتفضل يعني لازم اقول الدواء وبعدين اقول كيفيه الحصول علىها او العلاج. كيفيه العلاج م. فالخلاص زي ما قلنا حقيقة لا جدال فيها ينبغي أن يقبلها كل إنسان في بعض الحقائق المرتبطة بالخلاص لازم نعرفها مع بعض وهي أولا تفضل الخلاص بالمسيح وليس بآخر سواء بمعنى آخر ليس بأحد رح غير الخلاص لو رحت لأي حد تاني يبقى أنا ضليت الطريق وبالتالي لا خلاص لازم هو الأجزخان الوحيدة المفتوحة ونفع بالضبط الـ الـ كل الطرق تتقفل قدامي مم. عشان ما يبقاش غير الطريق الوحيد مم. اللي قال انا هو الطريق والحق والحياه ليس مم. احد ياتي الى الاب الا بي واللي قال عنه الكتاب ليس باحد غيره الخلاص عشان كده لازم مم. اعرف ان الخلاص بالمسيح وليس باخر سواه لا ملاك ولا انسان رقم واحد مم. رقم اثنين لازم اعرف ان الخلاص بالنعمه مم. مقدم من الله لي نعمه ايه هو ون... ايه النعمه النعمه هي العطاء المجاني لإنسان لا يستحق شيء مم. او هقولها بطريقه ثانيه افضل واغلى واروع واقدس العطايا ببلاش لواحد ما دايلاش النعمه شخص ولا شيء الشخص شخص وشيء النعمه شخص وشيء. وشيء يعني لما يقول الكتاب ظهرت نعمه الله المخلصه فلهذه النعمه ظهرت ازاي بظهور ربنا ومخلصنا يسوع المسيح م. المملوء نعمة وحق م. فبدون الشخص لا ظهور للنعمة م. يبقى اذا النعمة بالشخص والشخص مليان نعمة وحق م. عشان كده النعمة هي التي تخلص بالنعمة أنتم مخلصون م. عشان لازم أعرف أنها مقدمة من الله لي نعمة او بالنعمه هيبة. مش باي شيء تاني بم مش باعمالي مش بالناموس لكن هبه الله المجانيه ودي رقم ثلاثه الممنوحه لي مجانيه يا yeah. رقم ثلاثه أن مجانية. الخلاص مجانا يبقى نقولهم للتذكره الخلاص بشخص المسيح نعم الخلاص من خلال النعمه هبه الله بالنعمه الخلاص مجانا لا, لا ادفع فيه شيء بس مدفوع الثمن المصاب لان الثمن دفعه المسيح في الصليب لان انا مش قد دفع الثمن بالظبط أنا اشتريت كل شيء ووهبته لابني، مم. فابني ياخذ كل ما أنا اشتريته هبة من أبوه. الله أعد الخلاص لنا في المسيح يسوع وبيقدم الخلاص مجانا لكل من يريد لأني الله دفع كلفة الخلاص في صليب ربنا يسوع المسيح. طيب. عشان كده ما علي إلا أن أقبل مم. العطية المجانية. مم. في رومية 3، رومية 6 23 لأن أجرة الخطية هي موت مم. أما هبة الله. هبة الله هبة الله اللي هي النعمة فهي حياة أبدية مم. بالمسيح يسوع ربنا ان يعني عطش أحد فليقبل إلي ويشرب مجرد ان أنا أقبل إلي أنا أعطي العطشان ماء حياة مجانا اتختمت سفر الرؤية ختم أو الكتاب كله ختم بهذه العبارة يعني دور الإنسان فقط القبول قبول أقبل مم. لأن ما أقدرش كامل ما أقدرش أعمل مم. أو ما أقدرش أدفع كلفة الخلاص فكلفة الخلاص دفعها المسيح مم. يبقى أنا ما علي إلا أروح للشخص اللي دفع كلفة الخلاص مم. وأقول له منونك من أنا أقبل الخلاص نعمة من عندك مم. تستقون بفرح من ينابيع الخلاص مم. آمن بالرب يسوع فتخلص عاش كده ال الخلاص بالمسيح الخلاص بالنعمة الخلاص مجاني ال ال الوسيل. الخلاص بالثقة والإيمان. الوسيلة بقى اللي أنا آخذ بها الخلاص مم. الإيمان الخلاص بالايمان يعني الخلاص عطية من الله تسمى النعمة؟ بالنعمة ومن دوري انا أو بالايمان 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 استقبل يا. يعني انا قريت تعبير لاحد رجال الله قال كده النعمة هي يد الله التي تعطي نعم والايمان هي يد الانسان التي تقبل صحيح وتاخذ هو بيقدم انا بدي دي واخذ له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه بسمي ينال باسمه باسم المسيح غفران الخطايا بالايمان باسم المسيح م. فالايمان هو الوسيله التي بها اخذ ما قدمه الله لي عشان كده في افسس اصحاح اثنين وعدد ثمانيه لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان ذلك ليس وذلك آه. ليس منكم هو عطيه الله طب كلمه هو عطيه الله عايده على الايمان ولا على النعمه؟ ممكن في الايه دي في البعض بيرجعها للنعمه وفي البعض بيرجعها للايمان م. أسأل وعلى الايمان عطية الله؟ طب ما الايمان هنا يتحول الى هبه ونعمه. نفس الايمان يعني الخلاص عطية الله. الايمان يقبل عطية الله. الخلاص ليس من اعمال. مم. اللي خلاص انا بقبله نتيجه ما عمله المسيح. تركيبه راكبه على بعضها كلها. آه قلنا كم حاجه دلوقتي من شخص المسيح؟ الخلاص بالمسيح. طريق واحد هو الخلاص المسيح. مم. الخلاص من خلال النعمه عطية الله ليا. الخلاص خلاص مجاني مجاناً ان انا مدفوع الثمن من جانب المسيح الخلاص المسيح. بالايمان بالايمان ان انا علي القبول رقم خمسه الخلاص ليس بالاعمال ليس بالاعمال ليس من اعمال كي لا يفتخر احد مم. لو الواحد عمله تخلص كل واحد رجل على رجل فوق مم. وكل واحد نفسه افضل من الثانية هتبقى اصعب من الارض وحش منها <applause> صحيح لكن مم. الرسول بطرس لما كتب الرسالة للمؤمنين قال مم. إلى الذين نالوا معنا إيمانا سمينا مساويا لنا مم. ببر إلهنا هو المخلص يسوع المسيح والمخلص يعني هو الم. الإيمان اللي بيخلص متساويين في كل متساويين كلين. جميعا انا زي بولس زي بطرس لو سالت بولس الرسول دخلت السماء ازاي يقول ايمان بالمسيح بالنعمه وعمله ازاي يا بطرس يقول بالايمان بالمسيح بالنعمه ازاي حليم بالايمان بالنعمه بالمسيح نفس الجواب للكل وهو عشان كده إيمانا سمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح فالخلاص ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد الخلاص للجميع حاجة تانية كمان عن الخلاص يعني الخلاص من خلال دم المسيح دم المسيح وده زي ما قلنا ودي اتكلمنا عنها وقلناها آه. آه. يعني كده قلنا كم الخلاص, الخلاص بالمسيح آه. الخلاص بالنعمة, بالنعمة. الخلاص مجاني، الخلاص بالإيمان الخلاص ليس من أعمال الخلاص ليس من أعمال الخلاص بالدم الخلاص بدم المسيح. م. كل هذه الأمور حقائق لازم أخذ بالي منها م. ولذلك أنا بقبل الخلاص مجانا، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار هذا مقداره أو هذا ثمنه. الخلاص ده مقدم لي من الله رأسا هقبله أو لا أقبله مم. الانسان لا يهلك بسبب كثره خطاياه لأن لأنه كلنا خطاة لكنه رفض الخلاص لكنه يهلك لانه رفض قبول الخلاص آه رفض المخلص مم. الذي صنع الخلاص بمعنى اصح تمام ربنا يباركك عشان كده المخلصين بالنعمه مم. من خلال عمل المسيح في الصليب امين ربنا يباركك يا دكتور أحبان المشاهدين ربنا يبارككم على متابعتكم للحلقه على وعد في لقاء جديد من برنامج انت تسال والانجيل يجيب ورب معكم